يا حبيبي انا لو قعدت يوم كامل حقك تاخذ المبلغ كله، بس انا ما قعدت يوم كامل، قعدت 3 ساعات. على عيني وعلى راسي حبيبي، هذا عندنا باليوم ما عندنا بالساعات. والحمام مره واحده دخلته من يوم ما جيت. طب عندك جيم؟ في نادي في الفندق؟ طب ما استخدمت النادي، هي عوضنا حق النادي ده. ايوه لا بس بطاطا شوف انا سبت نصه ما اكلت كله، دحين انا في 2 نقص سبته، ابغاك ترجع لهم الله يخليك. مشكلة هذا مين أكل هذا؟ أنا لو أكل 6 حبة حقك أنت تأخذ 12 ريال، أنا ما أكل 6 أنا أكل 4. يا حبيبي ما في كده، بطاطس أربعة يعني بطاطس أربعة. انا لو اخذت 2 حقك 63، بس انا اخذت 1 حقي. طيب هم يجي توقف مع بعضه، انا رجعت البيت. طيب. واحد من اياديه ما هي قادر تزبط معاه، فانا ايش اسوي؟ ما هو دعيه وانا حظبطها. طيب. وحرجع ارجع اشتريها ثاني مره. طيب. جيب الحبه الثانيه وخذ حاجه فلوسك، حتى كيس فاضي مدي. لا ادي شراريب. طيب. اقول لك كيس فاضي اسوي هروله بيها وكذا. كيس فاضي مدي. ايوه اللعبه كانت موجوده. العروسه طيب. العروسه عندي ايوه، بس ما ابغى ما ابغى الباقي. انا عندي هذا باركود مسجل انا سيستم هنا. أيوه. في الصنف واحد، اذا تبغى رجع كامل تاخذ كامل. خذ الفستان والجزمه والخاتم هديه من عندي، يصير 9 ريال. يلا اشتري. انا ما تقدر اجيب لك اياها. انا كنت جيتك قبل تقريبا 4 ساعات. خلاص برجع السيارة. تفضل. حتى في الزحمة عارف الناس تدقدق. أنا بالضبط 2 بوري دقيت فيها، والعالي أظن مرة واحدة ما إيه لا مرتين، كانت إشارة اللي وراي الداني. هذا عقدك يا أبوي، زي ما أنت بتتكلم معايا أقول لك هذا عقدك محسوب لك يوم. هي 36 لون ب46 ريال مظبوط؟ أيوه. هذه 12 لون، هذه تنباع كامل، هذه تنباع 36 لون. من حقي اني ارجع لك اياها وتديني المبلغ حقها. لانه في 12 لون، 24 لون، 36 لون. فين احط؟ وريني بالله فين احط الالوان هذه؟ فين؟